نروح لواحد يعني من اللي كان برضو استقبله بعثة النادي الأهلي استقبال كبير، وأيضا أنا بعتبره من نجوم البطولة، الإعلامي الكبير الأستاذ يعقوب السعدي. الأستاذ يعقوب تحياتي ليك ومنور قناة الأهلي. أشكرك، السلام عليكم. أول شيء أشكرك كابتن أسامة، وأشكرك على المقدمة والكلام اللي تكلمته. طبعا اللي انعمل سواء استقبال أو حفا وداء، ما في شيء زيادة انعمل. الواجب أنه ينعمل تجاه الأشقاء المصريين، وأنا دائما أقول إحنا مصر عينين في راس، يعني هو بلد وشعب واحد. دائما في كل المناسبات احنا بلد واحد، دائما نقول هذا الشيء. ويمكن مب على المستوى الرياضي، على المستوى الحكومي، على المستوى الشعبي، على كل المستويات. سمعنا يا استاذ يعقوب؟ تمام، كله تمام الحمد لله، وكل شيء على ما يرام. وانت تكلمت عن مشاركه الاهلي، وتكلمت عن تميز الاهلي، وتكلمت عن تصنيف الاهلي على المستوى الافريقي. الاهلي اللي قدمه طبعا قدم مستويات كبيره، وكان ممكن انه يروح اكثر من المركز الثالث، لكن اتصور كل المتابعين عارفين الظروف اللي مر فيها الفريق. اتصور اي فريق افريقي او اسيوي او اوروبي يتعرض للظروف اللي تعرض لها الاهلي ما راح يشارك اصلا من الاساس. ما راح يشارك من الاساس، انه 8 من لعيبتك الاساسيين غير موجودين معاك قبل من شهر من انطلاق البطوله، وتبدا البطوله وهم غير موجودين، وانت تشارك ويجوك في 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 نفس اليوم اللي بتلعب فيه المباراه اللي انت خرجت منها في 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 الدور قبل النهائي. طبيعي ما راح يكون الوضع يعني عادي وانت تقابل بطل امريكا الجنوبيه. ف يعني اتصور ان الفريق اصلا انه يشارك في البطوله هاي هذا شيء غير عادي. هذه هني تبين شخصيه الفريق. هذه الانديه الكبيره والانديه العظيمه، ولما الاهلاويه يقولون الاهلي بمن حضر، هذه الجمله تترسخ على ارض الواقع. اليوم الغياب اللي كان في الفريق ما كان لاعب او لاعبين، كمان لعيبه اساسيين، يعني لعيبه هم المحور الاساسي في الفريق. البطوله هذه ايضا تشبك عن اسماء ومواهب جديده قادمه بقوه في فريق الاهلي. اليوم نتكلم عن احمد عبد القادر، موهبه كبيره، اتصور السنوات الجايه احمد عبد القادر راح تكون له كلمه، وكلمه مؤثره في الكره المصريه، سواء على مستوى البطولات المحليه مع النادي الاهلي او مع المنتخب، اتصور راح يكون متواجد بقوه. نتكلم عن محمد عبد المنعم، موهبه جديده، لاعب مميز راح يكون له دور في 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 المراحل المقبله. البطوله كشفت عن اسماء جديده في في ان الاهلي يزخر باسماء مميزه. حقيقة. نجاح مبهر يا استاذ يعقوب، نجاح مبهر من دوله الامارات الشقيقه في تنظيم مونديال الانديه، شفت النجاح ده ازاي؟ الحمد لله، طبعا النجاح ساعد الحضور الجماهيري، الجمهور اللي حضر البطوله ساعدوا اللجنه المنظمه، ساعدونا بشكل كبير ان البطوله هذه تنجح. الالتزام اللي ابدوه في حضورهم للمباريات ساعدوا اللجنه المنظمه. اليوم دوله الامارات العربيه المتحده في عز الكورونا وفي عز ازمه كورونا تنظم بطولات على مستوى عالمي، لا اتحدث فقط عن بطوله كاس العالم، اتحدث عن بطولات عالمية، بطولة العالم للجولف، أتحدث عن الفورمولا 1، أتحدث عن بطولة العالم للدراجات الهوائية، أتحدث عن بطولة العالم للسباحة اللي اعتذرت كل عن تقديمها. اليوم دولة الإمارات نظمت هذا الحدث بكل نجاح.
ف يعني اخر يوم في البطوله اجاني انفنتينو وقال انا جاهز ان اقدم وانظم البطولات القادمه لبطوله العالم للانديه البطولات القادمه في ابو ظبي. يا ريت. هذه شهاده نجاح من رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وحديثه عن تنظيم هذا البطوله اللي مر بثلاثه، مر بدون مشاكل، مر بكل اريحيه، كل الجمهور حتى جماهير الفرق الخاسره كانت سعيده بوجودها في 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 دوله الامارات، سعيده بالتسهيلات اللي كانت موجوده سواء في دخول دوله الامارات او في دخولها للملاعب. الامور كانت الحمد لله مرت بشكل جميل وشكل مميز. يعني ممكن نشوف البطوله القادمه في كاس العالم للانديه ان شاء الله ايضا مقامه في ابو ظبي بعد اشاده انفنتينو ورئيس الاتحاد الدولي بابو ظبي ودوله الامارات بالتنظيم يا استاذ يعقوب. نعم هذا نستنتج من كلام يعني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. قال انا جاهز ان ننظم هذه البطوله في ابو ظبي البطولات القادمه. حضرتك كنت رئيس اللجنه الاعلاميه لمونديال الانديه. عايز اخد منك برضو ردود الافعال العالميه على البطوله والفرق المشاركه وكمان عن الاهلي المصري. طبعا البطوله شهدت زخم اعلامي كبير، كابتن اسامه اللجنه الاعلاميه والزملاء اللي كانوا معانا كلهم كان لهم دور كبير وكلهم قامات كبيره في كل وسائل الاعلام الموجوده في دوله الامارات. استضفنا طبعا اعلاميين من الدول العربيه خاصه من جمهوريه مصر العربيه ومن المملكه العربيه السعوديه اخواننا واشقائنا. فطبعا قامات كبيره كانت موجوده معانا وسعدنا بتواجدها معانا ونفتخر دائما في البطولات اللي مثل هذه ان نستضيف هذه القامات الكبيره الاعلاميه. البطولة نقلت بشكل كبير على مستوى العالم، كان زخم إعلامي مميز. البطولة طبعا فيها ثلاث فرق عربية، يعني اليوم نتكلم عن الأهلي، نتكلم عن الهلال، ونتكلم عن الجزيرة ممثل دولة الإمارات، أو نتكلم عن تشيلسي بطل أوروبا، أو بالميراس بطل أمريكا الجنوبية. هذه الفرق تملك شعبية كبيرة، الحضور الجماهيري هو سر نجاح هذه البطولة اللي كانت. طب شفتوا جمهور النادي الأهلي إزاي يا أستاذ يعقوب؟ وحضرتك بتتكلم عن الحضور الجماهيري وكان هو سر نجاح البطولة، شفت إزاي يعني عظمة جمهور النادي الأهلي خاصة كمان في مباراة مونتيري ومباراة الهلال وتواجد بشكل كبير جدا وأيضا في مباراة بالميراس؟ أنت كلمة قلت لي إياها في السؤال. أيوه. تقول لي عظمة جمهور النادي الأهلي. الجمهور النادي الأهلي جمهور عظيم. حقيقة. جمهور النادي الأهلي جمهور مؤثر. جمهور النادي الأهلي جمهور قيمته كبيرة مع الفريق. يعني وجمهور فعال. وجمهور له دور إيجابي في سير المباريات، يعني شفنا وأنت كنت موجود في الملعب. حقيقة. شفنا مباراة مونتيري المكسيكي مع الاهلي، الجمهور كنت قلقان انت يا استاذ يعقوب على الهوا من المباراه دي وانا قاعد جنبك، قلت لك طول ما جمهور النادي الاهلي موجود ما تقلقش. صح حقيقه، صح الكلام صار. وجمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، جمهور مؤثر وله دور. شفناه في مباراه الهلال المباراه الاخيره، مباراه المركز الثالث، مالي الملعب اول شيء جمهور ملتزم، جمهور طول الوقت كان لا يهدأ، كان مع فريقه، كان حتى الفريق وهو عليه هجمه كان لا كان له دور ايجابي، وكان يعني دور سلبي على الفريق الخصم ودوره ايجابي مع فريق الاهلي. هذا هو جمهور الاهلي. جمهور الاهلي ممكن تتحرك بس تتحرك شويه يا استاذ يعقوب عشان الصوت، بس تتحرك حضرتك شويه بس. فاقول لك جمهور النادي الاهلي جمهور مؤثر، جمهور له دور ايجابي كبير في البطولات اللي يشارك فيها النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي، الاهلي وين ما يروح في جمهوره، في النهايه هذا نادي كبير، نادي تاريخي، نادي عظيم، جمهوره موجود في كل دول العالم. اخيرا يا استاذ يعقوب تفضل. ايه اقول لك الجمهور اللي موجود او اللي حضر في الملعب ترى هذا معظمه موجود في
وموجود في دولة الإمارات. ما يمن مصر أوكي في مجموعة جت بالمصر، لكن الغالبية العظمى الجمهور المصري والجمهور الإماراتي اللي موجود في دولة الإمارات هو اللي وقف مع فريق الأهلي. وحضراتكم كنتوا قاعدين مع إنفنتينو بعد نهاية البطولة علشان إن شاء الله يعني أبو ظبي تستضيف البطولة القادمة؟ لا، هذا في لقاء تلفزيوني كان كابتن أسامة، لقاء تلفزيوني على الهواء، على لقاء تلفزيوني شكر أبو ظبي. وأبو ظبي وأن أبو ظبي على إحنا مستعدين أن أبو ظبي تنظم هذا الحدث النسخ القادمة. هل تطرق إنفنتينو لنظام البطولة؟ ممكن نظام البطولة يكون أكثر عدالة شوية وممكن يتغير مع البطولة القادمة؟ هو تحدث عن زيادة عدد الفرق المشاركة، زيادة عدد الفرق المشاركة. وأتصور المهندس خالد مرتجي وكابتن سيد عبد الحفيظ في آخر اجتماع فني مع الفيفا تطرقوا لكل الموضوع، خاصة النقطة اللي أنت تتكلم عنها موضوع العدالة. يعني في كل شيء الموضوع غير عادل. يعني ابتداء الأهلي في المباراة الأخيرة كان يعني في لاعب مطرود من عنده، بينما لو ورا بعض، بينما فريق بالميراس أول مباراة يلعبها بياخذ إنذار بيلعب المباراة القادمة لاعبين. ما فيهاش عدالة شوي. ما في عدالة في كل شيء، ما في عدالة. يعني ما في عدالة في كل النواحي. عايز اخد رايك برضو يا استاذ يعقوب في لقطه ان الكابتن محمود الخطيب متواجد مع الفرقه، لكن في وقت تسليم الجوائز والمركز الثالث وبرونزيه كاس العالم تواجد المهندس خالد مرتجي امين الصندوق. شايف اللقطه دي ازاي؟ انا كنت موجود في الحوار على فكره. ايوه، قول لنا بقى انفراد على الهوا دلوقتي. يعني باشمهندس خالد قال له انت كابتن حتكون موجود في التتويج وتكون معانا موجود، وكان حتى اصرار مجلس الاداره انه كابتن محمود الخطيب يكون موجود. قال له لا، انت رئيس البعثه، انا موجود لدعم الفريق، لكن هذا دور رئيس البعثه ودورك باشمهندس خالد، وانت اللي احضر. انا ما راح اكون موجود، ممكن اكون موجود في الملعب بس انا ما راح اكون موجود في التتويج، وانت اللي راح تكون موجود. في نهايه اليوم الامور في النادي الاهلي مش الامور لا تسير بالصدفه كابتن اسامه، شيء منظم. دي مؤسسه رياضيه من افضل المؤسسات في الوطن العربي، نادر ان نشوف في الوطن العربي مؤسسه فيها هذه الاسس، فيها هذه المبادئ، فيها هذه القوانين والنظم الموجودة. نادر أن نشوف في الوطن العربي مثل هذا النظام حقيقة اللي موجود في النادي الأهلي. أنا يعني أكثر من فترة عايشت الناس كيف يشتغلون في النادي الأهلي حقيقة. عايشت اللاعبين كيف يتعاملون في النادي الأهلي. يعني الأمور لا، وضع مختلف تماما. يعني النادي الأهلي نادي مختلف عن الباقين، وهذه مش مجاملة، هذه أنا شفتها بعيني. حقيقة. وبقدر حبك لمصر يا أستاذ يعقوب يعني بنبادلك نفس المشاعر والحب من القلب. أخيراً يا أستاذ يعقوب، موقف في البطولة ما تنساهوش في كأس العالم للأندية. أنا موقف لقطة وليد سليمان مع الجمهور. أيوة. وهو يعني قرر أن يعتزل اللعب في نهاية الموسم. واستأذن كابتن الخطيب قبل ما يعلن على صفحته، استأذن اني انا راح اعتزل اللعب. سمح له كابتن الخطيب، وفي مفاجأة يحضرها رئيس النادي الاهلي للكابتن وليد سليمان. من مبدأ وليد سليمان من اللاعبين المميزين، من اللاعبين المخلصين، من اللاعبين الاوفياء لناديهم. يعني النهارده ده انفراد النهارده على الهوا باعتزال الكابتن وليد سليمان. النادي الاهلي بيحضر مفاجاه للكابتن وليد سليمان، صح كده؟ نعم نعم نعم. كابتن وليد سليمان تاريخ كبير وخرج من الباب الكبير يا استاذ يعقوب. طبعا طبعا طبعا. ومواقف هذا الرجل، مواقف وليد سليمان رجل ولاعب لا مواقف
طبعا ويظل وفي لناديه حتى اخر لحظه. من اللاعبين المميزين ونادر انك تشوف لاعب بهالخلق العالي وكابتن كبير مثل وليد سليمان انه وبناء على الاشياء اللي قدمها للنادي الاهلي. حقيقه حقيقه احنا بنشكرك يا استاذ يعقوب، شكرا جزيلا، وبنشكر كمان كل اشقائنا في دوله الامارات الشقيقه، الاتحاد الاماراتي لكره القدم، مجلس ابو ظبي الرياضي، كل اعضاء اللجنه الاعلاميه في ابو ظبي، بنشكركم شكرا جزيلا استاذ يعقوب. الله يسلمك كابتن اسامه، شكرا لك وشكرا على هذه المداخله. شكرا شكرا استاذ يعقوب السعدي الاعلامي الكبير، بنشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه جدا.